السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين اخوتي؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحيحة؟ كي غادي مع هاد الصهد؟ الحمد لله والشكر لله، هادشي ديال الله، كلشي عيفوت. دابا اليوم غنشارك معكم هو الدجاج، عندي شرملته ودرتيه الملحة البزار سكين الجبير الخرقوم التومة الطريف، هو ديال القرفة والبصلة، وعندي نص كيلو الزبيب، هادو واحد ثلاثة البريقيقات. وهنايا العطرية عندي راه مع البصلة سكين جبير وبزار والزعفران شوية القرفة مدقوقة. أنا عندي معاك هنا درت الزويتة والتومة، ديك الشرمولة اللي شربت ليا في دوبي. ديرو الصعيبة هي اللوبي من تحت، شوية العطرية شوية شوية على البصلة باش تجي مزيانة، المذاق يجي هو هذاك. ندير الحيمة هاهي، اللحم كل واحد على الاستطاعة ديالو، هاك العويد ديال القرفة هاهو. غدانا هدا غنشاركو معاكم، انا غنخليها تقلى وغنرجع معكم باش غندير هاد البصله هادي، نديرها من الفوق ثاني نزيدها شويه العطريه وندير فوقها الزبيب ونغطيه، وديك الساعه منين غيطيب ان شاء الله نقدمه لك. نخليه يتشحر وتنزل ديك الدغميره ديال اللحم حيت شرملته بوحدو، وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله. ها هي اللحم تشحرات مزيان، نقص البوطه ممكن نلقى البصله طاجين زوين وخفيف، ميجيش تقيل بزاف، كنلوعو شويه كل نهار وشنو اشتاق كتب لنا الله ناكلو. غندير شويه تانا العطريه شويه باش داكشي كيجي بنين، الطاجين كيطلع فيه العطريه كامل. شويه القرفه دابا نديرو الزبيب، الزبيب هدا راه بلدي. عندي من العيد ها هما كنلوحو من هنا دابا، هاهو دابا هي البصلة ديال البصلة طلقت المرقة ديالها، ما نزيد لا مرقة لا والو، غنقص لها البوطة غنخليه يطيب على خاطرة، ومني عيوجد إن شاء الله أنا غنقدمو لكم بالصحة والراحة. جربوا هاد الطواجين خفيف على القلب، هاهو الطواجين هو البصلة والزبيب شوية البرقوق. ديروا لي اللايك وديروا لي المتابعة وعاونوني خوتي خواتاتي، الله يرضى عليكم الله يفرجكم بالرضا، نتعاونوا مع بعضياتنا. وهو الطويجين وجربوه بالصحة والراحة، وهو الخبيز هذا عجين تويد ديال المطلع ديال الزرع، ديال الزرع خبزته في المقلة، وبالصحة والراحة. وديروا لي اللايك وديروا لي المتابعة، واي حاجه شتوني ما عجبتكمش كتبوها لي وانا فوق الراس ديالي، اي حاجه قلتوها لي نتقبلها.